الخلاط بيكسر الطوب وعلى الطبيعة قدام عينيك وسعره مش هتصدقه. الخلاط العملاق اللي سعره داخل على 10,000 جنيه، كوكو عامل عليه عرض بألف ونص بس. كوكو صاحب أقوى عروض كهربائية على خلاط لكل عروسة، بس المرة دي قال حاجة تانية. أنا النهاردة عندي عرض هيخرب الدنيا كلها ولازم كل الناس تحضر وتسمعه. عرض الخلاط الجبار اللي بيكسر الطوب قدام عينيكم النهاردة ومتاح بفلوس أقل من العادي. كوكو قرر يعلن عن خلاط هيبهر الكل بمناسبة رأس السنة الجديدة وإن الناس كلها بتحتفل، وقال كمان إن العرض متاح خلال أيام رأس السنة كلها علشان يكمل مع باقي الناس الفرحة. الخلاط بيخلط الحجارة والطوب ويخليهم كأنهم بودرة سايبة، ومش بس كده، ده كمان بيقدر يفتت الإزاز ويحوله برضو البودرة من الزجاج. سعره بقى في الخيال. السعر المتوقع في خلاط زي ده بالماركة دي وبالمواصفات دي يوصل ل10,000 جنيه، لكن كوكو قرر يفاجئ الكل ويبيع الخلاط بألف ونص بس، وكمان في هدية لأكتر حد متابعة. النهاردة ليلة رأس السنة وكوكو قرر يعمل مفاجأة لكل عروسة علشان تجهز نفسها. أي عروسة هتيجي دلوقتي ليها عندي هدية، وهي غسالة أوتوماتيك أحدث موديل وسعرها خرافي ومش هتصدقوا. ده تقريباً أرخص سعر غسالة أوتوماتيك في العالم، وكله بسعر خيالي، واللي عايز يتأكد العنوان ما يتوهش. المحل بتاعي مفتوح 24 ساعة، والكلام ده اللي هيجي هيلاقيه على أرض الواقع مش مجرد كلام وخلاص. الغسالة الأوتوماتيك بنبيعها بأرخص سعر ليها في العالم كله، سعرها مستحيل تلاقيه في أي مكان تاني. سعر الغسالة عامل 5,000 جنيه بدل من 20,000 جنيه عشان عيد ميلاد عبده النهاردة. النهاردة الموبايل الشبيه بالآيفون عاملين عليه عرض ب 3,500 بس بدلاً من 60,000 جنيه، وتحدي على فكرة. أنا النهاردة جايب لكم عرض جبار مش هتعرف تطلع منه بأي حال من الأحوال. النهاردة وبس الموبايل الشبيه بالآيفون، ودي ماركة جديدة اسمها كامون، ودي ماركة نازلة بتقلها في السوق، عاملين عرض جبار على الموبايل لأن لسه أول مرة ينزل في السوق المصري. الناس بتقول عليه الآيفون الجديد مع إن سعره أقل من 4,000 جنيه، يعني لو رحت تجيب موبايل بزراير ممكن يكون أقل من كده. الموبايل مش هتعرف تفرقه عن الآيفون خالص، وده اللي هينافس الآيفون قدام. الناس ما شاء الله بتعتمد علينا في حاجات كتير، عشان كده مش هغلي عليهم الأسعار وهبيع بما يرضي الله. أنا عامل عرض لكل عروسة عاوزة تجهز نفسها، مش هتصدقوا من هنا لبكرة. طقم الصيني كله اللي بيتباع في أي مكان ب10,000 جنيه عند كوكو ب599 جنيه بس. أنا هنا لازم أقول إن ده مش الطبيعي، لكن الأسعار دي لفترة محدودة وإنت ونصيبك. وكمان لكل اللي بتدور على طقم يكون شيك وكويس وابن ناس للسفرة، أنا بقولك يا ست الكل طقم السفرة ب450 جنيه بدل 6,000 جنيه عند ملك العروض في مصر. إحنا قلنا قبل كده المروحة اللي بتتباع ب1,500 أقل حاجة هو بيبيعها ب450 جنيه بس.